وفجأة القطعة لقيتها فاضية، نزلت اهو كده ولفيت رجلي الاتنين اهو ركبي، نزلت كده وبعدين رشيل روح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم في قناة تيبل تنس مع الكابتن رضا ثابت. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا جدا، وبعد اذنك ركز معايا علشان الكلام اللي هنقوله ده مهم قوي قوي قوي، ومهم ان احنا نفهمه ويوصل لنا ان شاء الله، وانا احاول ان انا ابسطه على قد ما اقدر. طبعا احنا لما اتكلمنا على القطع اللي احنا حطيناها ديت، دي محتاجه زاويه معينه من المضرب، وبرضو اتجاه معين مع برضو ارتفاع معين من زاويه من ارتفاع المضرب، ان كان بالاعلى او بالاسفل، تمام كده. طيب الكره دي كانها فاضيه ما فيهاش اي حاجه، ولا دوران سبين سايد ولا باك سبين ولا توب سبين ولا في اي حاجه، اللي هي عديمه اي دوران، تمام. طيب انا واخدها بالشكل ده، انا بقول لك احنا عايزين نتعود على لمسه الكره، مهم جدا ان انا اعرف لمسه الكره منين، مع اختلاف طبعا الكره اللي جايه لي. طيب ركز كده معايا علشان خاطر الكلام ده مهم قوي. لما بكون بتعلم ضرب سبين معين، رقم واحد ما تغيرش القوة، يعني أنا مثلا بضرب بالقوة دي ما غيرش، بضرب بالسرعة دي ما غيرش، نفس الارتفاع ده ما غيرش، لكن الكرة لو جت في الشبكة يبقى محتاجة تفتح شوية، الكرة تلعب برة يبقى محتاجة أقفل شوية، بس ما أفضلش ألعب بقى في التايم وألعب في السرعة وألعب في القوة والكلام ده كله، كده أنت مش هتظبط أي حاجة. لازم تثبت القوة والسرعة والتايم. بثبت القوة والسرعة والشكل وكل حاجة، وبحاول أغير في الزاوية اللي تناسب الكورة اللي جاية لي. طيب احنا هنقول مثال، يعني ممكن يكون حقيقي أو مش حقيقي، بس احنا بنقول مثال دلوقتي. يعني ايه حقيقي ولا مش حقيقي؟ يعني قصدي ان انا بتخيل ان الكورة اللي جاية لي مثلا كونتر، تمام كده، في الارتفاع ده. لو انا عملت كده لتحت، بص مضربي نزل فين، وجيت اضرب الكوره، بص الكوره جايه من الكونتر، فهاجي اضرب اشيل الكوره هتقوم طالعه مني بره، يبقى انا بعمل كده طلعت مني بره. طيب يبقى انا محتاج ان انا اغير الزاويه شويه، نفس المرجحه بس مش هنزل لتحت، هلعب من ورا شويه لقدام، خلاص كده يبقى دي زاويه الكونتر. طب الكوره جايه لي باك سبين اللي هي القطع، يعني جيت بعمل كده من فوق راحت جت مني في الشبكه، يبقى محتاج ان انا انزل شويه واشيلها لفوق. بمناسبة بقى القطعة دي، هنتخيل مع بعض ان الكرة دي وزن، هنتخيل مع بعض ان الكرة دي ليها وزن، الكرة وهي جاية فاضية كأنها مثلا، احنا بنقول مثال، كأنها ربع كيلو، والكرة لو جاية مقطوعة شوية بقت مثلا وزنها نص كيلو، والكرة لو جاية مقطوعة قوي جدا يعني اقصى حاجة كأنها مثلا 3-4 كيلو. هل انا هشيل الربع كيلو بكده ولا ممكن اشيلها كده؟ هشيلها كده. طب النص كيلو ممكن اشيلها كده. طب لما تكون حاجه وزنها 3-4 كيلو او حاجه تقيله بنزل اشيلها كده. فاحنا بنتخيل دلوقتي ان الكوره جايه قطعه خفيفه او فاضيه، وانا نزلت محتاجه ان انا اعمل كده، لا طبعا هتطلع مني بره، هل همشي لقدام؟ يبقى خلاص هنثبت الستارت ان دراعي ينزل تحت، وانا في لحظه ضربه الكوره خلاص لمحت ان الكوره فاضيه، خد بالك بص اتجاه دراعي خلاص. طب الكوره مقطوعه شويه، طب الكوره مقطوعه قوي، بص الاتجاهات دي، لو الكوره خلاص انا نزلت ولمحت ان هي فاضيه او مقروسه حاجه خفيفه قوي ما ينفعش اشيلها جامد، هعمل كده اللي هي نص نص، اللي هي تقيله قوي، اوكي مع بعض اهو. انا نزلت في الكوره اللي هي الفاضيه، بس انا نزلت وفجاه القطعه لقيتها فاضيه، نزلت اهو كده ولفيت رجلي الاثنين اهو ركبي، نزلت كده وبعدين رشيل رحت رامي كده على طول. الثانيه اللي هي مقطوعه سنه صغيره كمان شويه، لو مقطوعه قوي قوي يبقى انا كده عندي ثلاث حاجات من القطع، ممكن تكون خفيفة، ممكن تكون نص نص، ممكن تكون تقيلة جدا. يبقى انا بتعامل مع الكورة الستارت واحد، بص
نزلت رميت له قدام فوق شويه فوق قوي. طب انا لسه ما عنديش خبره ان الكوره جايه مقطوعه قوي او خفيفه او مقروسه. طيب انا مع اول زقه مع الخصم لو لقيت نفسي بجيب في الشبكه يبقى محتاج ان انا اطلع فوق شويه، بجيب تاني في الشبكه يبقى محتاج اطلع فوق اكتر. خلاص كده بلاعب واحد تاني قطعته فاضيه فانا نزلت اشيل على اساس ان هي جايه مقطوعه، شلت طلعت بره، يبقى انا برده بنزل اشيل بس ارمي لقدام شويه، لقيتها برده طلعت بره يبقى قطعته فاضيه. ده احنا بنقول لو انا ما عنديش خبره ان انا اقدر افرق. طبعا اللعيبه الجامده بتقدر تفرق وبيبقوا شايفين الكوره وعارفين الكوره جايه تقيله قوي ولا خفيفه ولا نص نص ولا الكلام ده كله، وبناء على كده بيستعد ويضرب. حتى الكوره اللي هي جايه فاضيه هو لمحها مش بينزل، بيبقى عامل كده كده على طول. خلاص عشان ما حدش يقول لي ايه ده الكوره الفاضيه المفروض ما انزلش. احنا بنتكلم في حد لسه بيتعلم التوب سبين ومش قادر يفرق. طبعا احنا بنقول اهو الشكل تاني اهي، انا جاي اشيل بعدين لما الكوره قربت مني لمحت ان هي فاضيه مش مقروسه وانا بضربها بقوم قافل عليها بسرعه كده. طيب الكره فيها نص نص من القطع يعني زياده شويه في الباك سبين، نزلت اهو زي ما انا وبعدين لمحتها ورحت ماشي بيها كده، شايف ازاي؟ طيب انا نزلت ولمحت ان هي تقيله قوي، بنزل واشد اكتر واقوى والفوق كمان علشان اضمن ان الكوره ما تجيش في الايه في الشبكه. طبعا انا كل هدف ان انا اعدي الكوره الشبكه مش اعديها الطاوله، مش اعديها على الطاوله هناك، لان ممكن وانا قصدي على الطاوله هناك غصب عني المضرب يفتح تطلع بره. لكن دايما خلي لعبك ان انت منشل على ارتفاع الشبكه. انا بضرب الكوره عشان افادي الشبكه وتنزل، انا بقطع الكوره علشان تفادي الشبكه وتنزل، انا بدوب بشوت سماش عشان افادي الشبكه وتنزل على الطاوله، مع ايه؟ مع التوجيه علشان الكوره ما تطلعش مني بره هنا او هنا. خلاص دي حاجه بسيطه وانا نتكلم فيها عشان السؤال ده اتسال لي كتير، انا اوقات بشيل توب سبين بس تيجي مني في الشبكه. بجانب حاجه ثانيه برده قبل ما انسى، زاوية المضرب أفضل زاوية للسبين لحد مبتدئ أعمل كده، أو لحد عايز يضمن الكرة يعمل كده، ما يعملش كده. خلاص كده لازم أنزل تحت الكرة عشان أنا هشيل الكرة مش هضربها. يعني الفرق إن أنا الكرة مثلا هنا خلاص جاية مقطوعة، هينفع إن أنا أعمل كده؟ خلاص وأنا إمكانياتي ما تجيبش، يبقى أنا المفروض إن أنا بعمل كده أشيلها وأقفل. طيب مهم جدا أنا فين من الكرة؟ انا هنا الكره هتسقط هنا وانا نازل كده بعمل كده، هل دراعي هيمشي كده 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 واعمل كده؟ كلام مش منطقي طبعا، يبقى انا لازم اكون جوه هنا واشيل الكره كده كده. بص حتى دراعي مرتاح كده، طب الكره هنا مثلا وانا ورا كده هل هينفع ان انا اعمل كده؟ هل هينفع ان انا اعمل كده في الشبكه على طول؟ يبقى مهم جدا انا فين من الكره، انا قريب منها ولا بعيد. دايما التوب سبين خليك قريب من الترابيزه وشيل الكوره. بعد ما تشيل توب سبين ارجع شويه خطوه ولا حاجه وكمل بنتك عادي. تمام كده؟ علشان انت في ناس بتشيل توب سبين من ورا ومهما يعمل ممكن تيجي بالصدفه وممكن ما تجيش خالص. يبقى انا بحاول ان انا اشوف الكوره مكانها فين واحاول اضربها في التايم اللي يناسبها ومن المكان اللي يناسبها وزاويه المضرب اللي تناسبها. اتمنى ان انا اكون فدتكم وفي حلقه تانية ان شاء الله هنشوفها على طول، واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.